إذا كان هذا الانسحاب سيؤثر على النصاب القانوني للبرلمان، معنى هذا أن البرلمان سيتوقف، وإذا كان لا يؤثر على النصاب القانوني والعددي معنى ذلك أن البرلمان ماض في عمله. البارحة حاولت القائمة العراقية كسر النصاب ولكن ما استطاعت، وكان رئيس البرلمان اللي هو عضو قيادي في القائمة العراقية يدير جلسات البرلمان. هذه علامة عافية وصحة في التجربة السياسية العراقية وليس العكس.